السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الطاجين بسلوي، كيجي رائع وسهل في التحضير. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ الطاجين، كندير فوق النار تكون مهيله، وكندير القياس اللحم اللي بغيت، كندير تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. انا هنايا درت الزيت البلديه، نتوما ممكن ديروا الروميه يعني ما كاين مشكل. غادي نخلي هذا اللحم يتشحر غير واحد شويه، غادي نزيد ليه معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ممكن ديروا دويمه ديال الزعفران الحر، انا هنا درت الخرقوم البلدي. غادي ندير معلقه صغيره ديال سكنجبير تكون معلقه عامره، وغادي ندير تقريبا قبل ما ندير البزار غادي نمرق واحد شويه باش هكا ما تحرقش ليا هاد العطريه هادي. غادي ندير شويه ديال الماء هكا في الجناب، وغادي ندير راس معلقه صغيره ديال البزار. انا هنا ما غاديش نكثر البزار لان شويه مجهد الله طحنته غير دابا. وغادي ندير بصله تكون مشلضه، تكون بصله هكا متوسطه مع واحد جوج دروسه ديال الثومه يكونوا محكوكين. صافي غادي نغطي على هذا الطاجين وغادي نخليه يتشحر مزيان. هنا قبل ما نغطي على الطاجين غادي نحرك شويه ديك اللحم مع البصله والتوابل، ومن بعد غادي نغطي على اللحم نخليه يتشحر. صافي هنا اللحم من بعد ما تشحر كيف ما كتشوفوا غادي نزيد عليه بصله تكون مشلضه اولا مقطعه شرائح. انا هنا عندي بصله كبيره، غادي نزيد شويه ديال الملحه، نسيت قبيله ما درتش الملحه، غادي ندير تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الملحه. غادي نزيد شويه ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، انا كان عندي في الكونجيلاتور، نديرو فوق البصله. صافي غادي نغطي على الطاجين باش نمشي نوجد ان شاء الله السلاوي. هنا بالنسبه للسلاوي راني قطعته الصبيعات، وغادي نديرو في الاول باش هكا يطيب مع اللحم لان حتى هو تيبغي شويه طياب. غادي نديرو فوق اللحم. انا الا بغيتو ديروا مطيشه انا غادي ندير مطيشه مقطعه مع شويه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق. ما بغيتوش مطيشه ممكن ديروا واحد معلقه صغيره ديال السمن، حتى هو تيجي رائع مع السلاوي. صافي وغادي نمرقو وقت ما بغينا نمرقو، نمرقو بالما يكون طيب، ومره مره ناخذ المعلقه يعني ناخذ هذه المرقه هذه ونبدا نسقيو السلاوي، وغادي نغطيو عليه ونخليوه يطيب على خاطرو. ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم واحد العصير ديال السلاوي كيجي من اروع ما يكون. كنعرفوا السلاوي راه رائع، يعني خضره رائعه وفيها بزاف ديال الفوائد. ايوا صافي انا غادي نغطي على الطاجين كما قلت لكم، نخليه حتى يطيب ان شاء الله، وغادي نقدمه لكم بالصحه والراحه. الطاجين من بعد ما وجد كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. إلى اللقاء وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.